تفضلت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله صباح اليوم برعاية وافتتاح معرض روائع المهراجة رونق الأزياء الملكية الهندية بمتحف البحرين الوطني، وذلك ضمن برنامج هيئة البحرين للثقافة والأثار للاحتفال بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين. وقد اطلعت سموها حفظه الله على معرض الأزياء التاريخية الملكية من المجموعة الخاصة ليديباك وديكشا هوتيسينغ، والذي قدم قطعا مستوحاة من الماضي من تصميم أومانغ هوتيسينغ، حيث اطلعت على أجنحة المعرض الثلاثة والتي قدمت أزياء من التراث الهندي للنساء والرجال وقطعا مستوحاة من التقاليد الهندية الأصيلة في النسج وصناعة الملابس، والتي تكشف عن المهارات الحرفية العريقة المتوارثة في غزل ونسج وصباغة وزخرفة القطع لآلاف السنين. ويبين المعرض الذي يستمر حتى 15 أبريل المقبل تاريخ المنسوجات الهندية التي مورست آليات صناعتها منذ 4700 سنة، حيث أظهرت بحوث علماء الأثار والتاريخ وجود أقمشة من الهند في مقابر فرعونية قديمة. وتوجهت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار بالشكر والامتنان لصاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله لتكرمها بالحضور ورعاية افتتاح معرض روائع المهراجة رونق الأزياء الملكية الهندية، منوهة برعايتها الدائمة للعمل الثقافي في البحرين ووقوفها المتواصل إلى جانب المشاريع التي تثري البنية التحتية الثقافية للمملكة التي تسعى لأن تكون وجهة مميزة للسياحة الثقافية. وقالت معاليها: نستثمر أعيادنا الوطنية لنصنع للثقافة مكانا ولنبني جسور التواصل ما بين شعبنا والشعوب والحضارات الأخرى، فاليوم نعيد باستحضار الثقافة الهندية بكل ما فيها من عراقة بعد افتتاح مشروع الهند الصغيرة في البحرين في سوق المنامة، لتشهد عاصمتنا من جديد ومن قلب متحف البحرين الوطني على واحدة من أبرز الملامح الحضارية للهند.